اهلا بكم في درس جديد من دوره المشين ليرنينج والتعلم الآلي. نكمل معكم مع تعلم مختلف المفاهيم المتعلقه بالذكاء الصناعي والارتفيشال انتليجنس، ودرسنا لليوم هو عن سبورت فيكتور ماشين. فعليا راينا خلال الدروس الفائته عندما قمنا بالتعامل مع النايف بايس والتعامل مع هذه النظريه الاحصائيه كيف قمنا بالتصنيف والكلاسيفيكيشن نسبه الى كلاسات محدده بعد القيام بحساب القيمه الاحتماليه لجميع هذه القيم ولهذه الكلاسات. فكل قيمه جديده مضافه اقوم بحساب القيمه الاحتماليه لها وعلى أساسها نقوم بالتصنيف. أما هنا سوف نقوم بالتعامل مع قيم حدية نقوم بالتصنيف على أساسها، فنقوم بالقطع بين هذان الكلاسان حسب المنطقة المدروسة وعلى أساسها نقوم بالتصنيف الحدي، فإما أن تنتمي إلى منطقة معينة تنتمي بها إلى كلاس محدد أو إلى منطقة أخرى تنتمي بها إلى كلاس آخر. وهنا يأتي مفهوم السبورت فيكتور ماشين، وهي لحد ما تشبه آلية عمل نيورال نتوركس من ناحية التصنيف، ولكن تتميز بخاصية المارجن والهامش التي سوف نتكلم عليها بالتفصيل خلال هذا الدرس. بداية دعوني أقوم بجلب بعض المركبات الضرورية ونقوم بإنشاء الداتا ومن ثم ذكر الأمثلة. فهنا نبدأ أولا بجلب مثلا، دعوني أقوم بالتكبير وأيضا مكتبة الرسم وأيضا نجي القيام بتوليد داتا. نقوم باستيراد make blobs من sklearn عن هذه from بهذا الشكل. تمام، الآن إذا أردنا القيام بتوليد هذه الداتا فسوف نقوم بتوليد x و y من هذه make blobs، وعدد السامبلز يكون مساوي إلى 50، والمراكز والكلاسات ستكون 2 مثلا، فنقول centers تساوي 2 ولتكون random state تساوي 0. وبالنسبة للانحراف المعياري cluster std مثلا 0.6 بهذا الشكل. تمام، فنرى هنا كيف قمنا بتوليد هذه الداتا. إذا قمنا بالاطلاع عليها هنا لدينا الاكس وهنا لدينا الواي. الآن إذا أردنا مثلا القيام برسمها فسوف نقول plot scatter هذه الاكس المحور الأول والمحور الثاني. تمام، فنراها بهذا الشكل، هذا الكلاس الأول وهذا الكلاس الثاني، وللتأكد من ذلك نقوم بتلوينها color تساوي الواي. ونستطيع مثلا القيام بالتعديل على المظهر، فهنا إذا قمنا باستيراد سيبون مثلا وقلنا هنا بهذا الشكل، فنرى هنا كيف تم التعديل على هذا المظهر. دعوني أقوم هنا بتغيير السيماب، فلنقول مثلا سنت، نراها بهذا الشكل. نستطيع القيام باختيار مختلف القيم مثلا بهذا الشكل، أعتقد مناسب. ودعوني أقوم بتعديل على السايز لنقول مثلا S تساوي مثلا 50. تمام، الآن سوف أقوم برسم خط فاصل يفصل بين هذه الداتا. فالقيام بذلك نقول هنا fit تساوي numb line space on line space بهذا الشكل، وهنا مثلا من ناقص 1 إلى 3.5. تمام، وبعدها سوف نقول هنا plot مثلا ومن ثم ناقص 0.2 مضروبة بفت ومجموع إليها 2.9 لنرى، فنرى هذا الخط الفاصل، فنقوم بجعله أسود بهذا الشكل. وهنا إذا أردنا مثلا القيام بتحديث هذه الأكسس والأحداثيات فسوف نقول بهذا الشكل. هنا فعليا نجحنا بالقيام بعملية الكلاسيفيكيشن والتصنيف، ولكن فعليا في حال كانت هناك داتا تنتمي إلى هذا الكلاس منحازة قليلا نحو الأسفل فلن يتم تقييمها بشكل صحيح. مثلا دعني أقوم هنا بذكر مثال، إذا كان لدينا نقطة 0.6 و 2.1 مثلا، دعني أقوم بتشبيهها بحرف الأكس، ودعني أقوم بجعل الكلام الخاص بها ليكون مثلا دارك ماجنتا أي نهدي غامق لنرى، فنرى هنا كيف قام برسمها بهذا المكان. دعني أقوم بتكبير الحجم، فنقول ماركر سايز يكون 10 وعن هذه ماركر، وأيضا يكون ماركر إتش ويت العرض الخاص بها يساوي 2، فنراها بهذا الشكل. فعليا يجب أن يقوم هنا بتصنيفها وضمها إلى هذا الكلاس، ولكن نسبة إلى هذا التصنيف فقام بتصنيفها بالطريقة الخاطئة. لذلك هنا إذا قمنا برسم أكثر من خط وأكثر من فاصل بين هذه الداتا، فلا أستطيع القيام بتصنيفها مع
المحافظة على بلاسات هذه النقاط بالطريقة الصحيحة. فمثلا دعني أقوم هنا بإنشاء حلقة فور لتكون مثلا M و B ضمن هذه المجموعة التي تحوي القيم التالية مثلا ناقص 0.2 و 2.9 مبدئيا. وهنا سوف نقوم بالرسم فنقوم هنا بوضع M وهنا نقوم بوضع B لنرى فنرى كيف قام برسمها دون أي مشاكل. إذا قمنا أيضا بوضع عناصر أخرى مثل خط آخر فدعوني أقول مثلا 0.5 وهنا 1.6 فنرى هنا كيف قام برسم هذا الخط والذي هو فعليا أفضل من هذا الخط من ناحية القيام بالتصنيف، ولكن إلى حد ما الأبعاد بين هذه النقاط من ناحية الهامش هي أكبر منها عند هذا الكلاس من هذا الكلاس. لذلك أيضا إذا قمنا بتدويرها قليلا قد أستطيع القيام بالحصول على نتائج أفضل. فإذا قلنا هنا مثلا 1.65 فنرى هنا كيف قام بتصنيفها بهذا الشكل. فإذا قمنا هنا بحذف هذه نرى كيف أن هذا التصنيف إلى حد ما هو الأفضل مقارنة مع التصنيفان السابقان. لذلك هنا من أجل القيام باختيار التصنيف الأفضل والذي على أساسه أقوم بالحصول على نتائج أكثر دقة سوف أقوم بالاعتماد على سبورت فيكتور ماشين والتي تقوم بحساب المارجن بين هذه الخطوط وهذه النقاط الملامسة لها والتي يقوم بالتعبير عنها بسبورت فيكتور. فمثلا دعني أقوم هنا بحساب الماكسيمايز الخاص بهذه المارجن. فهنا سوف نقوم بإعادة الرسم مرة ثانية بالنسبة للسكادر وأيضا هذه الخطوط دعني أقوم بجلبها كلها هكذا هنا، ولكن لا أحتاج إلى هذه النقطة مبدئيا. وسوف أقوم برسم الهوامش والمارجن لهذه الخطوط استنادا لبعدها عن هذه النقاط. فمثلا سوف أقوم هنا بكتابة ABC تساوي 0.33 وهنا 0.55 وهنا 0.2 تمام. وبعدها من أجل القيام بالرسم مثلا هذه XFIT وسوف أقوم بحساب YFIT والتي تساوي الA مضروبة بXFIT مجموع إليها الB. من ثم سوف نقوم برسم الX fit والY fit بهذا الشكل لنرى تمام مبدئيا لا يوجد أي مشاكل. من ثم سوف نقول هنا قم برسم الهامش وذلك باستخدام في البيتوين مثلا X fit وY fit ناقص C وأيضا Y fit زائد C من أجل أن تكون على الجانبين. بعدها سوف نقول مثلا قم بجعل الكلر مساوي لجراي مع نوع من الشفافية ألفا تساوي 0.4 لنرى فنرى هنا كيف قام برسمها بهذا الشكل. دعني أقول مثلا لايت جراي أو مثلا أستطيع القيام برسمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة. إذا قلنا قم برسمها بسلام النظام 16 أيضا لا مشكلة. فنرى هنا كيف أن هذه الخطوط لديها هامش معين تمام حسب بعدها على هذه النقاط الأساسية التي تكون محازية لها والأقرب إليها. ونرى هنا كيف أن الخط في المنتصف لديه الهامش الأكبر. فإذا قمنا مثلا باستخدام سبورت فيكتور ماشين ولدينا هذه الأمثلة فسوف يقوم باعتماد الخط في المنتصف لأنه يملك الهامش الأكبر ويملك البعد الأكبر عن هذه النقاط، وبالتالي من المرجح أن يقوم بإعطاء نتائج أكثر دقة. لذا في الدرس القادم سوف نرى كيف نستطيع القيام بتطبيق سبورت فيكتور ماشين وذلك من أجل حساب الماكسيموم مارجن نسبة إلى هذه الفواصل وهذا الكلاسيفيكيشن، ومن ثم نقوم برسمها وحسابها وذلك بطريقة احترافية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.